علشان عملاء أورنج إيجل المميزين عملنا لهم مفاجأة لي بيهم. دي هنا وده محمد جوزها، ودول ليلى وأختها مروة. عاشوا مع أورنج تجربة ما تتنسيش في مهرجان الجونة السينمائي. بدأت معهم التجربة من قبل ما يسافروا. علشان يعيشوا الدور صح أخدناهم يختاروا الأوتفيتس اللي هيحضروا بيها المهرجان من عادة مرازة وأحمد حمدي ديزاينز. دلوقتي جاهزين؟ يلا بينا على الجونة. جه الوقت اللي بيحضروا نفسهم فيه للريد كاربت. ودلوقتي بقى اللحظة اللي كلنا مستنيينها، افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، لحظة الريد كاربت. ودي كانت تجربة عملاء أورنج إيجل في مهرجان الجونة السينمائي. أورنج إيجل، عيش الدور. كارفيت مع كل السليبرتيز بالظبط واقفين جنبهم، يعني تبقى واقف كده يعني عادل امام يدوس على رجلك مثلا. تخرج غصب عنك منة شلبي، مصطفى شعبان يقول لك سوري معلش كده. فكانت حاجه ظريفه بصراحه، حاجه احنا اي ثينك ما كناش هنبقى اكسبوزد ان احنا نحضرها. ف وي نيد تو ثانك ذيم سو ماتش.